الجزائر تتلقى ضربة موجعة من داخل مصر والتفاصيل مثيرة. مرحبا، معكم بلبيس باسل شريك. ان شاء الله تكونوا بخير جماعة، بصحة بسلامة. بهذا الفيديو رح نحكي عن موضوع هام جدا جماعة. بهذا الفيديو رح نشوف الجزائر تتلقى ضربة موجعة من داخل مصر، فما هي القصة؟ وايضا عنا موضوع هام مولاي رشيد يفاجئ العالم والتفاصيل مثيرة. قبل ما ننتهي الفيديو لا تشتركوا بقناة، فعل زر الجرس لنضل دائما توصل، تحط اللايك يا جماعة، خلي الفيديو ينتشر، خلينا بشرسة. قبل ما نبتدي الفيديو يرجى وضع زر اللايك والتفاعل مع هذا الفيديو فضلا وليس امرا من اجل ان ينتشر ويحقق نتائج ايجابية، فيرجى دعمنا بزر اللايك. ودعونا نبتدئ بالموضوع الاول، فضيحة من العيار الثقيل تقع بها الجزائر. سابقة من نوعها، حراك جزائري ينصب على نظام تبون وإعلامه ويقدم نفسه كدبلوماسي وخبير في الشرق الأوسط. لا حديث بين أروقة المؤسسة العسكرية الجزائرية في الآونة الأخيرة إلا عن الشمتة التي تجرعها الكبرنات بسبب شاب لا يتجاوز عمره بعد 22 سنة تلاعب بهم عبر انتحال صفات رسمية متعددة. فضيحة نصب واحتيال بطلها شاب جزائري يدعى يعقوب الحساني، يبلغ من العمر 22 عام، تخصص في السياسة والسياسيين والتواصل مع كبار المسؤولين، مظهرا قدرا كبيرا من الجرأة، واستهدف الوزراء والسفراء وكبار الضباط والموظفين، وسوق لنفسه على أنه مستشار في الرئاسة مكلف بالأمن والشؤون الخارجية، وكثيرا ما أدلى بدلوه في قضايا وملفات دبلوماسية عبر قنوات الإعلام الجزائري الرسمي. وتأسيسا على ما سبق أصبح النظام الجزائري يعيش أحلك أيامه بسبب كثرة الأزمات الداخلية والخارجية التي تتقاذفه ولا يدفع ثمنها إلا الشعب المغلوب على أمره. هذه كانت الفضيحة من العيار الثقيل، شاب عشريني جعل النظام الجزائري يتكلم مع نفسه. ودعونا الآن ننتقل إلى موضوع هام للغاية أتى الآن، نواب فرنسيون يدعون إلى تجاوز أزمة التأشيرات مع المغرب. دعا وفد برلماني فرنسي اليوم في الرباط إلى الخروج من أزمة التأشيرات التي وترت العلاقات الفرنسية المغربية منذ أكثر من عام. قال نائب رئيس مجلس الشيوخ فانسان دولاهاي، ينبغي إيجاد حلول للخروج من هذا الوضع بسرعة. أضاف السيناتور عن الضاحية الباريسية إيسون خلال زيارة قام بها برلمانيون ونظمتها لجنة الصداقة الفرنسية المغربية، يجب أن نحاول إيجاد طرق مقبولة للجميع. في المغرب وصفت الحكومة الإجراء بأنه غير مبرر فيما اعتبرته الأوساط الفكرية أخرى، وأثار هذا التشدد استياء مواقع التواصل الاجتماعي ومقالات لازعة في وسائل الإعلام وأضعف العلاقات بين الرباط وباريس. أكد صلاح بوردي رئيس اللجنة خلال مؤتمر صحفي التقينا رجال ونساء مغاربة أصيبوا بالخيبة، وأوضح أن سياسة التأشيرات هذه ألحقت ضررا بالغا لأنها شملت قسما كبيرا من المغاربة الناطقين بالفرنسية والأكثر قربا إلى بلدنا. كررت الحكومة الفرنسية التي قدمت مؤخرا مشروع قانونها المتعلق باللجوء والهجرة هدفها المتمثل في تنفيذ جميع التزاماتها بمغادرة الأراضي الفرنسية. وقال السيناتور ميشيل داخبريت، يجب فصل مسألة التأشيرات عن قضية الالتزام بمغادرة الأراضي الفرنسية، داعيا كذلك إلى خطوة في الاتجاه الصحيح من قبل المغرب. وتتزايد الدعوات من الجانبين المغربي والفرنسي للحد من حرب التأشيرات هذه، والتي لا تشكل حجر الثغرة الوحيد بين الرباط
وباريس. وعلى هذا الأساس نواب فرنسيون يدعون إلى تجاوز أزمة التأشيرات مع المغرب، وبالتالي فتح صفحة جديدة بالعلاقات مع المغرب. هذا ما يتم تداوله داخل الأوساط الفرنسية، وعلى فرنسا أن تعلم أن الأزمة الحقيقية بالعلاقات هو موقف فرنسا الرمادي. الأزمة بين المغرب وفرنسا ليس أزمة تأشيرات، بل أكثر من ذلك بكثير. على فرنسا أن تتخذ موقف واضح وصريح اتجاه الصحراء المغربية. نعم، على فرنسا أن تعلم جيدا أن المغرب اليوم ليس كمغرب الأمس، والمغرب هو بوابة أفريقيا. وإن كانت فرنسا تريد إعادة العلاقات مع المغرب، فالحل الوحيد كما قالها جلالة الملك محمد السادس، المغرب يأخذ الصحراء المغربية النظارة التي يرى بها العالم، وعلى فرنسا أن تعلم هذا جيدا. دعونا الآن ننتقل إلى أمر هام للغاية، حضور إماراتي بارز في احتفالات المسيرة الخضراء بالعيون على غرار باقي أقاليم المملكة، وبمناسبة حلول الذكرى 47 لعيد المسيرة الخضراء المظفرة، أقيمت اليوم بساحة المشور السعيد بمدينة العيون تحية العلم الوطني بحضور والي العيون عبد السلام بيكرات ورئيس جماعة العيون، وأيضا رئيس مجلس جهة العيون، وأيضا مجموعة من الشخصيات العسكرية والمدنية من منتخبين وفعاليات مدنية. وتمثل هذه المناسبة التي شارك فيها عيسى البلوشي القنصل العام لدولة الإمارات العربية المتحدة إلى جانب قناصل عرب وأفارقة الشيء الكثير لدى سكان المنطقة، باعتبارها ذكرى غالية تجمع المغاربة بأقاليم صحرائهم، فهم من ناضلوا من أجل تحرير هذه المنطقة من بطش المستعمر وأطماع الجيرة. كما تشكل ذات الذكرى الغالية التي قادها المغفور له الحسن الثاني ملحمة تاريخية وطنية تؤكد في كل سنة حب المغاربة لأرضهم وتشبثهم بوطنهم الواحد. لا يسعنا أن نقول إلا ما شاء الله على إنجازات المملكة المغربية والصحراء المغربية، إلى نسل الأرض وما عليها. دعونا الآن ننتقل إلى موريتانيا. موريتانيا تجنبا لضربات الدرون المغربية، الجيش الموريتاني يوقف 40 شخصا. أوقف الجيش الموريتاني اليوم 40 منقبا عن الذهب قبل ولوجهم المنطقة العازلة بالصحراء المغربية تجنبا لضربات طائرات الدرون المغربية. مصادر موريتانية أوردت أن الجيش الموريتاني أوقف المنقبين حين حاولوا عبور الحدود الشمالية للبلاد من أجل التنقيب عن الذهب في المنطقة العازلة بالصحراء المغربية، مشيرة أن المنقبين الموقوفون ستتم إحالتهم إلى القضاء. للإشارة، سبق أن حذرت السلطات الموريتانية المنقبين عن الذهب من مغبة عبور الحدود الموريتانية من أجل التنقيب في أراضي الدول المجاورة، وهو ما سبق أن تسبب في مقتل عشرات المنقبين وتوقيف العديد منهم في المغرب والجزائر خلال السنوات الأخيرة. وتجد الإشارة، كان منقبون موريتانيون قد تعرضوا بحر الأسبوع الماضي إلى قصف سقط فيه عدة قتلى حين كانوا ينقبون عن الذهب في المنطقة العازلة بالصحراء المغربية. والجيش الموريتاني اليوم بدأ يتحرك ويوقف المنقبين، حيث تكررت في الآونة الأخيرة حوادث تعرض منقبون موريتانيون لقصف في هذه المناطق، فيما أصدرت الحكومة الموريتانية العديد من التحذيرات للمنقبين ودعتهم للبقاء داخل المناطق المرخصة لهم للتنقيب وعدم الخروج منها أو الخروج من حدود البلاد. هذا ما أتى عن الجيش الموريتاني منذ ساعات معدودة. ودعونا الآن نتكلم عن موضوع هام للغاية، الرئيس النيجيري يسلم السفير المغربي رسالة إلى الملك محمد السادس، وهذا ما جاء فيها. استقبل الرئيس النيجيري محمد بوهاري سفير المملكة المغربية ببريطانيا وإيرلندا الشمالية، وسلم الرئيس النيجيري السفير المغربي رسالة إلى الملك محمد السادس. وكان الرئيس النيجيري محمد بوهاري
قد دعا بريطانيا ودول الاتحاد الأوروبي إلى الاستثمار في مشروع خط أنبوب الغاز بين نيجيريا والمغرب. وأضاف بوهاري في مقابلة مع وكالة برونك بينغ إنه يتعين على بريطانيا ودول الاتحاد الأوروبي الاستثمار في مشروع الأنبوب المقرر أن ينقل الغاز النيجيري أكبر احتياطي أفريقي عبر المغرب إلى أوروبا، وأعرب عن أمله على وجه الخصوص في أن يساعد المشروع حال اكتماله في حل أزمة إمدادات الغاز في أوروبا. هذا ما أتى عن الرئيس النيجيري وتطورات مشروع أنبوب غاز نيجيريا المغرب، وتعتبر صدمة حقيقية للجزائر. دعونا الآن ننتقل إلى خبر القرن. الملك محمد السادس سيحضر مونديال قطر. مونديال قطر سوف يكون به مفاجأة كبيرة وغير مسبوقة. أفادت المصادر أنه من المتوقع حضور الملك محمد السادس لهذا العرس الكروي العالمي يلي غادي يبدأ بعد حوالي أسبوعين. الملك محمد السادس معروض بشكل شخصي من قبل أمير قطر، وحسب ما أتى عن المصادر حاليا هناك استعدادات على قدم وساق، وذلك من أجل تخصيص استقبال ملكي لجلالة الملك محمد السادس، حيث إن هذا الاستقبال سوف يكون استقبال مهيب بدعوة من صديقه أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني. الملك محمد السادس سيتفرج بالمباراة الافتتاحية والمباريات الثلاث ديال المنتخب المغربي، بحيث لاحظنا في الدورات الأخيرة لكأس العالم حضور زعماء الدول لمشاهدة منتخباتهم كمثال ماكرون ومنتخب فرنسا، بوتين ومنتخب روسيا ورئيسة كرواتيا. وحسب المصادر التي أتت الآن، الملك محمد السادس سيحضر افتتاح مونديال قطر، والفرحة ستصبح فرحتين. دعونا الآن ننتقل إلى أمر هام جدا. سفير المملكة المغربية يقول عن قضية الصحراء المغربية: الحكم الذاتي هو الإطار الوحيد لإنقاذ أطفال مخيمات تندوف. أكد محمد أشكالو سفير المملكة المغربية بهلسكي أن الحكم الذاتي هو الإطار الوحيد الكفيل بإنقاذ أطفال ونساء مخيمات تندوف من قبضة القهر والاضطهاد المسلط عليهم من قبل البوليساريو الانفصالية. وخلال كلمته الافتتاحية لحلقة نقاش أقيمت بالعاصمة الفنلندية بمناسبة الذكرى 47 للمسيرة الخضراء حول الحكم الذاتي والتنمية في المناطق الجنوبية للمملكة المغربية، قال السفير إن مقترح الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية يبقى الإطار الوحيد لحل سياسي ونهائي لقضية الصحراء المغربية باعتباره آلية ديمقراطية مبنية على المرجعية العالمية في مجال الحقوق والحرية. وبالتالي فإن المقترح المغربي حسب السفير يبقى بلا منازع، وهو الحل الكفيل بإنقاذ أطفال ونساء وشيوخ مخيمات تندوف من القهر والاضطهاد الممنهج الممارس عليهم من طرف جماعة مسلحة انفصالية تحت المسؤولية القانونية والأخلاقية للجزائر المحتضنة والممولة لهذا الوضع الفريد منذ سنوات دون حساب. أكد السفير المغربي أن المجتمع الدولي مطالب أكثر من أي وقت مضى بالتدخل لإنقاذ هؤلاء المحتجزين من طرف العصابة الانفصالية التي تواصل استغلالهم كدروع أحياناً ومن أجل الدعاية السياسية اللا إنسانية المقيتة أحياناً أخرى. وأكد الدبلوماسي المغربي أنه إذا كان المغرب قد استعاد بطريقة سلمية عبر المسيرة الخضراء المزفرة مناطقه الصحراوية من السيطرة الإسبانية في سياق انهيار الاستعمار الأوروبي لإفريقيا، فإنه قادر بعزيمة شعبه وقيادة ملكه على مواصلة مسيرته التنموية وحماية وحدته الترابية في سياق جديد في المنطقة يطبعه الانهيار المتزايد للأساطير المؤسسة للمشروع الانفصالي. هذا ما أتى عن سفير المملكة المغربية بفنلندا. دعونا الآن ننتقل إلى ماذا يحدث بمصر. الجزائر تتلقى ضربة موجعة من داخل مصر، والمغرب يفاجئ الجميع. عجل وفد مغربي رفيع المستوى يقوده مولاي رشيد والأميرة لالي حسناء
يمثل المغرب في قمة المناخ كوب 27 بمصر. يشارك المغرب بوفد رفيع المستوى في مؤتمر تغير المناخ 27 كوب الذي تستضيفه مدينة شرم الشيخ بمصر، وسيترأس الوفد الأمير مولاي رشيد. كما سيضم الوفد الأميرة لالي حسناء رئيسة مؤسسة محمد السادس لحماية البيئة، كما سيضم الوفد أيضا عدة وزراء منهم وزيرة التنمية المستدامة ليلى بن علي، بالإضافة إلى العديد من المسؤولين والنواب البرلمانيين ورجال الأعمال المغاربة. والجريدة المصرية قالت أن اختيار مولاي رشيد لترأس الوفد المغربي المشارك في مؤتمر كوب 27 يؤكد اهتمام المملكة المغربية بالمؤتمر وبتعزيز العلاقات مع مصر، وتستضيف مصر قمة المناخ كوب 27 بشرم الشيخ في الفترة بين 6 إلى 18 نوفمبر الجاري، والتي تعتبر أكبر وأهم قمة على مستوى العالم لمناقشة مصير كوكب الأرض وإنقاذه من التدهور والانهيار. مشاركة المغرب الوازنة ورفيعة المستوى داخل مصر اليوم تعتبر ضربة موجعة للجزائر التي كانت تتغنى عبر أبواقها أن هناك أزمة بالعلاقات المغربية المصرية. منذ فترة أبواق الجزائر كانت تروج أن هناك أزمة، وها قد أداهن الرد السريع. وتجرى الإشارة كما سيشكل كوب 27 فرصة لعرض قصص نجاح مغربية، خصوصا في مشاريع الطاقة المتجددة التي يعتبر المغرب رائدا فيها في محيطه العربي والأفريقي، وفرصة للاستفادة بشكل أكبر من التمويلات المناخية المتاحة. ويشهد المؤتمر حضور عدة منظمات دولية وأقليمية وممثلين للدول يصل عددهم إلى حوالي 197 دولة حول العالم، وذلك بهدف الوصول لحل جذري للحد من السلبيات التي تواجه الكوكب وخاصة المناخ. هذا ما أشارت إليه المصادر منذ ساعات معدودة، ونقولها تحية كبيرة للعلاقات المغربية المصرية. شكرا لكل حدا وصل معي لنهاية هذا الفيديو. أنتم من تجعلون هذه القناة تزر أكثر وأكثر، ويرجى وضع زر لايك والتفاعل مع هذا الفيديو فضلا وليس أمرا من أجل أن ينتشر ويحقق نتائج إيجابية. ونقول في النهاية هنيئا لنا بهذه الإنجازات المتتالية. نعم، إنها المملكة المغربية، إنها الإمبراطورية العلوية الشريفة، إنها المغرب. يا سادة وإكسمار، كل حب. نشيدنا على الدوام ما قاله المولى الإمام، أبناءنا إلى الأمام، فكلنا فدا الوطن. يحيى الملك يحيى الوطن، يحيى الملك يحيى الوطن.